ضيفي سي طاهر بن حسين صاحب المبادرة لطريقة المستقبل. مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا وتحياتي مرة أخرى. إيه عايش تعليقك على كنت تسمع فيه سي طاهر وخاصة الوضع المتوتر في جربة؟ هو مش متوتر في الواقع, يعني الشعور, أول شعور هو الحزن على معنى مشاهدة انتشار ثقافة الموت. الأستاذة مية قالت الأسلمة الناعمة, مش أسلمة, هي دوعشة ناعمة. دوعشة ناعمة. والغريب في الأمر أنه المبادرين بهذه الحركة الاحتجاجية, شفت بنا اليوم فيديو منشور على الفيسبوك تقريبا 20 واحد, والمصيبة الكبرى توا تقول لي المصالح الأمنية ما تدخلش, لأنه احنا توا نورمال ما عايشين في جو ديمقراطي, أنه الاحتجاج شرعي ومشروع. يقول لك طالما ما فماش عرك وما فماش تحطيب الى الممتلكات العامه والخاصه ما ندخلش. لكن المصيبه الكبرى انه هؤلاء الاشخاص 20 واحد معناها يعملوا ضجه وطنيه ومحليه, والاخرين 99.9% ساكتين, معناها تقريبا يحطوا انفسهم رهائن لهذه نسميها عصابه. لانه الاستاذ قبنتيني قالت لك كلهم تقريبا ماركين من روابط حمايه الثوره, روابط تخريب الثوره, اي صح القول. فاليوم انا دستور لدوله مدنيه, فماش حكايه نتاع انا دستور لدوله مدنيه, عندنا حقوق وحريات للمواطنين, هذا المستهدف اليوم حاجتي كما قلت انت, النمط العيش اول شيء, و العنصريه جايين المواطن التونسي. التونسي هو تونسي اختيار التونسي قبل ان يكون فهذه من اخطر ما موجود. مش تقول لي بدايه توا امام هذه الوضعية المزرية كما يقولوا, وين الأحزاب؟ وين الأحزاب؟ هذا هو السؤال اللي طرحناه على مدام قبنتيني جستمعوا هنا. الإشكال الكبير هو وينهم اليوم الأحزاب, وينهم البرلمانيين؟ تقول لي الأحزاب وإحنا معناها اليوم نواب الشعب كما مدام قبنتيني اليوم معناها كيف يتحطوا, ولو كأنهم لا حول لهم ولا قوة. تقول لك السلطات المحلية عجز, معناها لوخكو نورمالمون السلطات المحلية هي منفق عليك. نتفهم موقف السلطات المحلية, يقول لك طالما ما فماش اعتداء وعدوان وتهشيم مثلا ممتلكات ما ندخلش, فالبلاد فيها حريات ما ندخلش. لكن كيفاش انت معناها المقتنع بالدستور الوطني التونسي اللي يكرس الدوله المدنيه, كيفاش تشوف فيها الدوله المدنيه مهدده قدام عينيك؟ قدام عينيك مهدده, معناها في معناها عدم احترام الاقليات, مهدده في عدم احترام الحقوق نتاع التجاريه, ومهدده في عدم احترام هاك نمط العيش, حريه العيش في البلاد, وانت ما تتحركش. توا الدور نتاع الاحزاب هو تاطير المواطن لخدمه الصلاح العام. باهي وين تاطير المواطن؟ تجي واحد اربع اشخاص في قرقنا يعطلوا شركه بتروفاك, ويجيوا 20 شخص في جربه معناها باش يقضيوا على قطاع كامل تعيش منه الجزيرة بكاملها. سيد حسين, ما تعتبرش اللي عدم تدخل الأحزاب جستمان في هذا الموضوع إنما هو نابع من كون اللي في شرائح كبيرة في التوانسة في تار ليبوكريزي سوسيال, معناه النفاق الاجتماعي, يعتبر الموضوع هذا موضوع حساس, معناه كل حزب يقول لك يا خويا أنا فك علي, علاش ندافع على موضوع كيما هذايا؟ يجذبوا عليه يقولوا لي أنت ندافع على الشراب, والشراب يربطوه بالرذيلة عكس الفضيلة. دونك ما تراش اللي هذايا تعرفت المقولة متاع ظهر لي برتول بريشت اللي قال نهار اللي شدوا شيوعي ما تحركتش لأنه مش شيوعي, نهار اللي شدوا نقابي ما تحركتش لأنه مش نقابي, ونهار اللي شدوا يهودي ما تحركتش لأنه مش يهودي, ونهار اللي شدوني أنا ما لقيت حد يتحرك. فاليوم ما تدافعش على المثليين, يخاف يقولوا هذا يدافع على المثليين. فالأحزاب صامتة اللي يجيو يهدوا في الحانات والمطاعم السياحيه, فك عليها اخويا, يقولوا لي هذا يدافع على الشراب, فك عليها من الحكايه. معناها حتى النهار اللي يجيو يقولوا لك انت اسكت واصمت, وقت تلقى حد يدافع عليك. هذه الحريات لا تتجزا. واليوم انا اتهم كل الاحزاب بالتواطؤ مع هذه الخروقات. وهذا علاش تقريبا
معناها من الأسباب، من الأسباب اللي أنا بدأت بتأسيس حزب جديد يعمل بطرق أخرى. حزب ما يخليش شرذمة تهدد مواطن. ست هار باش نحكيو فيه. نعم. بعد شوية الموضوع هذي نغلق قوس جربة. الاشكال كاتب عام الولاية قاعد نحكيو في الكوليس على كاتب عام ولاية 9 شهور ماهوش. تسعة أسابيع. تسعة. أسابيع. تسعة أسابيع. تسعة شهور علاش ليه؟ بون كما قالت هي تنجم تولي تسعة شهور. قاعد يعرس لبنته. لا لا بالتأكيد يعني تسعة أسابيع مش حاضر. لا ما يعرفوش وين. يحضر في العرس لبنته. تسعة أسابيع. باهي ستار خلينا نمشيو نحكيو في المبادرة، مبادرة طريقة المستقبل قبيلة في الكوليس. قالت لك معدة البرنامج السنة الخميسي فيما يخص التسمية ولا الصفة اللي نقدموك بها، طلبت أن تكون صاحب مبادرة مستقبل المبادرة. المبادرة صاحب المبادرة لطريق المستقبل. علاش صاحب المبادرة مش رئيس حزب؟ لأنه أول شيء احنا في فترة التأسيس ما عناش لا رئيس لا كاتب عام لا حد شيء، احنا فقط التاريخ الرمزي اللي اخترناه 11 فيفري جمعنا 250 شخص يمثلوا فوق ال 200 نائب وممثل عن بلديات الجمهور مختلفة من التراب الوطني، ووقعنا على القانون الأساسي للإيداع في الوزارة الأولى، معناها أعطينا رمزية لهك الموعد انطلاق المبادرة، وما زال ما صارش لا انتخاب رئيس ولا انتخاب أمين عام في انتظار. عنا اليوم فقط هيئة وطنية مؤقتة اللي أنا عضو فيها بالطبع، وعنا موعد نصف الأول من جويلية لعقد أول مؤتمر. هذا علاش ما عناش رئيس اليوم في جويلية الجاي تقريبا أول مؤتمر. بيه خلنا نبدأ ونحكي، وخاصة نعرف احنا كثرة المبادرات وكثرة الجبهات وكثرة اللقاءات بين مختلف الأطراف والأحزاب، كل مرة نسمعها مبادرة ها وثيقة قرطاجها لهنا، شنو هو الحاجة اللي تميز المبادرة طريق المستقبل؟ عادي أول شيء كثرة المبادرات دل على أنه المجتمع في حاجة إلى تجديد الساحة السياسية، وأن الساحة السياسية اليوم في مخاض عسير، لأنه التوازن اللي تحقق في 2014 انهار مباشرة بعد الانتخابات، وتشوفوا حتى في الشارع حتى في الرأي العام حتى في الإعلام تشوف أنه فما هاك التوازن اضمحل لم يضمحل بانفجار حركة نداء تونس. فبالتالي كما يقولوا بأن الطبيعة تأبى الفراغ، فكل المحاولات ترمي إلى ملء جزئيا أو كليا هذا الفراغ، معناها مش من طبيعي ما فماش تبقى. علاش تكونت معناها حزب طريق المستقبل؟ لدوافع أخرى. احنا حبينا نعمل السياسة بشكل مختلف من حيث تجديد الوجوه السياسية والمساهمة في تجديد الطبقة السياسية. ما عندناش ناس محروقين خلاف طاهر بن حسين، فما حتى واحد محروق، طاهر بن حسين محروق نسبيا كما يقول. حابين نجدوا أيضا الخطاب السياسي، لكن الخطاب متاع ربما واللغة الخشبية وكذا ما مهيش من سماتنا، وحابين نجدوا المضمون أيضا والممارسات. كنت نعلق على الأحداث متاع جربة، إذا في منظور وفي مسيرة في تمشي حزب طريق المستقبل، إذا 20 إنرجيومان كما يقول بالفرنساوي يتجمعوا قدام مطعم يهودي، إحنا مش نستناو حتى الكاتب العام الولاية يرجع من عرس بنته باش ياخذ موقف، إحنا نجمعوا له 200 ونقول سوف نحمي هذه المؤسسة وسنحمي هذا المواطن بصدورنا. معنى الأحزاب متاع البيانات ما هيش من شماتنا، ما هناش متمجهين نحو حزب متمركز في تونس ويعمل بيانات تنديد وكذا، والأخرين مقدمين. هذا اللي يميز معناها بالأساس اللي يميز حركة حزب طريق المستقبل. معناها إذا تحب اليوم تقرأ مثلا كل آخر سبر أرام تاع ليري على المعهد الأمريكي، المعهد الأمريكي، تشوف أنه تقريبا 72% من المواطنين فقدوا الثقة في الأحزاب وفي الشخصيات السياسية. وعليش فقدوا؟ يعني أول شيء شافوا يقول لك كلهم كيف كيف، كلهم يركضوا على المناصب، الكلهم معناها يزورونا مرة بالخمس سنين عندما
معناها الحملات الانتخابيه والوعود اللي يستنى احنا فيها. اخترنا انه اول شيء مثلا المبادر بتاسيس هذا الحزب قال من اول نهار وصحح بيديه وبساقيه انه ما يترشح لاي منصب لا رئاسيه لا برلمانيه لا عمده ولا معتمد ولا حد شيء. معناها وظيفته الرئيسيه والوحيده هي حماية الديار واستكشاف الطاقات وإدماجها في هذا الحزب. هذا ديجا يميزنا بكثير عن تقريبا كل الأحزاب الأخرى. في العادة كل واحد يعمل حزب يوصل هو أو للرئاسية أو للتشريعية أو كذا. هذه وعود تبقى ستاهل مش وعود كيف أنا كنعاودها في وسائل الإعلام 50 مرة. إذا كان معناها يخطر لي في بالي نهار من النهارات باش نقول والله الوعد هذاك باش نتراجع فيه تقريبا كل حياتي معناها تمحي. حتى يقول لك يا فلان اول واحد يقول لك واش قلت انت نهار 17 فيفري وهو اليوم شو تقول؟ معناها ما فماش واحد يعمل في السياسه، السياسه هي طول النفس. معناها اليوم 17 فيفري 2017 ونقول راهو مش مترشح لاي منصب مهما كان ولن اتولى اي وظيفه مهما كانت، ومن بعد جي عامين من بعد 3 سنين من بعد يقول والله باش ترشح خاطر نجدوني المواطنين كما بن علي. معناها ماهيش مصداقيه، مستحيل تصير خاصه معي انا. من عمري ما صرحت بشيء وخالفته، فكل مسيرتي السياسيه ما عنديش اي تراجع عن اي التزام او وعد قطعته على نفسي وعلى اخرين. دونك اول حاجه هي اللي تميزنا هي هذه. ولكن الدور نتاع انسان اللي حامي الديار كما يقولوا من اهم الادوار، لانه وظيفه انسان كما هيك بيشوف الطاقات والكفاءات ويحاول انه ليس فقط يستقطبها بل ايضا يوجهها. شوف مش انبل من مهمه من هذه انه انسان يقول لك نحب نشارك في تجديد الطبقه السياسيه وفي الخطاب السياسي وفي المضمون السياسي. تعرف اللي كنا نتكلم عليه معناها سبب الاراء اللي صار من لياري شيء مخيف. قلت لك 72% يقولوا ما عادش عندنا ثقه في الاحزاب، ما عادش عندنا ثقه في الشخصيات السياسيه. والحمد لله هو على بالنسبه لي انا شخصيا انا نشوف تو في الشارع في الاجتماعات في كل اللقاءات اللي نعملها الناس يعتبروني غير نمطي. ما انا مش ماهوش ما حطونيش فرد خانه انا والطبقه السياسيه الاخرى. علاش؟ لانه تجربتي وقت اللي مثلا 2013 في اواخر 2013 وقت اللي لذا تونس توجه نحو شخصنة الحزب كله في شخص الأستاذ البنجي، وقفت في وجه هذا التمشي وقلت لهم هذا باش يؤدي إلى كارثة وقد أدى إلى كارثة. مع رفاقي في نداء تونس الكل خدموا بجبة الأستاذ البنجي معناها طمعا في وظائف وقد تحصلوا عليها في غالبيتهم. معناها بالنسبة لي هما مصالح البلاد مصالح الشعب كلها تمر معنا بمرحلة ثانية وثالثة ورابعة بالنسبة لمستقبلهم السياسي مستقبلهم الإداري مستقبلهم الوزاري كما دونك. المواطن شاف أنه طاهر بن حسين الوحيد اللي قال أنا لا أقبل أن يستمر الحزب كذيل من أذيال الأستاذ البلجي. فهذا معناه واللي تنبأت به حصل اليوم نعيشه فيه اليوم. طاهر بن حسين معناه الإنسان اللي عندما يأخذ موقف يكون مستعد إلى تطبيق ذاك الموقف إلى نهاية منطقة. مثلا معارضة طاهر بن حسين للسطو اللي قامت به ترويكا عام 2012-13 كان جذري ومستعد الى اخر الحدود. حتى واحد موقف هذا الموقف هذا ستاهر. فما برشا حديث زاد يقول انه انسحابك من حركه نداء تونسي وقت من الاوقات كان بسبب كثره القيادات زاد الموجوده، ما لقيتش وين تتموقع، ما لقيتش كيفاش تتموقع في ظل القيادات تقريبا كلها قيادات حركه نداء تونسي. صحيح، لانه طاهر بن حسين عضو في المكتب التنفيذي عندما كان المكتب التنفيذي يضم فقط 18 عضو. هما في تأسيس نداء تونس أنا ما دخلتش الهيئة التأسيسية لأنه أنا كنت مدير معناها وسيلة إعلام تتنافى مع أن تكون مؤسس لحزب. ومكتب التنفيذي عام 2012 كان فيه 11 مؤسس وسبعة آخرين أنا بضمنه. معناها موقعي واضح وكلمتي مسموعة معناها إلا بعدين كي
كي توسع المكتب التنفيذي وجاء فيه كل من هب ودب كلهم يقول لك انا وراء سلباجي، معنا ما عادش الحكايه انا وراء فكره، انا وراء موقف، انا وراء مبادئ، لا لا انا وراء سلباجي. هاو شوف اليوم وين ادى بينا وين جرنا سلباجي. لكن سي تاهر انا تو كيف نسمعك خطاب مغري حقيقه. نعم. لكن فيه نوع من التناقض. التناقض هو انت في نفس الوقت تتحدث على السونداج نتاع ليري المعهد الامريكي. نعم. وتعتبر اللي فقدان التونسي. نعم. الثقه في السياسي، السياسي مش البوليتيك، البوليتيك معناها بالبي الكبيره مش. نعم. رجل السياسه ومعناه في الفعل السياسي، في الفعل السياسي تعتبرها حاجه مخيفه. لكن في نفس الوقت انت كي تتحدث على الحركه، على المبادره. نعم. اللي انت اطلقتها تحاول كأنك تبعدها على الفعل السياسي، معناها كي تتحدث عليها كأنها حاجه كشفيه، كأنها حركه كشفيه نوعا ما نتاع اكتشاف الطاقات ونجيبوا الشباب وما ننويش نترشح الايمن صبوا الحال. أنا. اللي هو سامحني يا سي طاهر، الفعل السياسي هو قائم اردنا ام ابينا على اللي شخص يكون عنده برنامج، يكون عنده فكرة ما نجم يطبقها كان ألا ما يوصل للمنصب السياسي. معناها المنصب ما هوش مسألة سلبية، معناها أنت اليوم في الطرح متاعك تلقى روحك تلتقي مع التوانسة اللي ولات عندهم رؤية فيها نوعا ما من التسطيح للمسألة السياسية متاع توس باغي، الكلهم كيف كيف يحبوا كان على المناصب، والحال اللي المناصب هي المفتاح بتاع الفعل السياسي. إيه لكن شوف فما فرق بين أنه إنسان يأسس حزب على قياس يوصل به منصب سياسي وفي إنسان يعترف بشكل متواضع يقولك صحيح أنا عندي طاقات وأفكار وعندي معناها مميزات، لكن في الحركة السياسية، في الحزب السياسي، في المجتمع بحد ذاته هناك العشرات والمئات اللي كيفي أنا وخير مني. فهذه ما هيش معناها مش استنقاص لقيمتي أنا، لكن موضوعية، موضوع شيء موضوعي. وعندما نقول مثلا أنه الرأي العام بشكل عام أصبح عديم الثقة في الطبقة السياسية بشكل عام، لكن أنا مثلا في كل الجهات اللي عملت فيها اجتماعات وحتى في الشارع نفسه الناس ينظروا لي كشخص غير معناها مش غير نمطي، غير نمطي، وهذيك اعطتني معناها مصداقيه نسبيه، قولها نسبيه متواضعه كذا. فقلت لما لا توظيف هذه المصداقيه النسبيه خدمه للتجديد الطبقة السياسية والخطاب السياسي والمضمون السياسي أيضا، لأنه يعني تشوف اليوم مثلا على مستوى المضمون شو بلي وين الجانب الاجتماعي. طبعا أنا اليوم مثلا حتى بالحركات حتى حركات اليسارية، أنا اليوم نشوف مثلا الدساترة بتاع عام 60 أكثر تقدمية من اليسار بتاع اليوم. أنا الجانب الاجتماعي ضاع، ضاع في الطريق، لا الدولة مركز عليه ولا المعارضة مركز عليه، بينما في تونس وكل البلدان المشابهة لتونس لا يمكن أن تتملص الدولة من دورها الاجتماعي. اليوم مثلا بالله هل يعقل أنه مواطن مش فقط حزب سياسي، حزب سياسي معناه بي دو تون بلوس كما يقولوا، هل يعقل أنه مواطن يقبل اليوم أنه في ثانوية في ثانوية مجد بن عباس نسبة النجاح بالباك زيرو، فماش حد يقبلها. والأحزاب شكون نتكلم عليها؟ شكون الأحزاب اللي قالوا ستوب خلي نوقف نزيف نتاع معناها سامحني اما سي طاهر هربنا باقي من نعم هربنا من السؤال. نعم. معناها باش نطرحه بطريقه اخرى، بطريقه هكا معناها ابسط قد تكون كاريكاتوريه نوعا ما. الا يكون اليوم وعد طاهر بالحسين في اطار المبادره هذه اللي اطلقها بلي هو ماهوش باش يترشح لحتى منصب، مجرد كما يقولوا باللغه الفرنسيه ان بيدني، معناها هكا نوع من الاستفزاز الغير مباشر للبيجي قايد سبسي، معناها فيه اشاره ضمنيه لممارسات البيجي قايد سبسي، معناها البيجي قايد سبسي عمل حزب باش يوصل به رئاسه الدوله، انا راني مانيش كيما البيجي قايد سبسي، معناها كان فيها نوع من الريغلمون دو كونت هنا. لا 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 فيها نوع من الكونتر اكزامبل، معناها انا اعتبر أنا أعتبر أن الأستاذ البيجي أخلى بواجبه تجاه
الوطن بإخلاله بواجبه تجاه الحزب لما ترشح للرئاسية؟ بالطبع. لأنه نظرا للصلاحيات المحدودة لرئاسة الجمهورية في الدستور، ما أنا تحطه هو، تحط طيب بكور، تحط محسن مرزوق، تحط أي واحد، لن يتغير شيء. شيء يبقى ريان فير دوت. بدأت أول ملي هو عنده عامين وشوية أستاذ دباجي بعديك شيء إضافة متاعه في البلاد ريان. لكن بيجي قائد سبسي في تلك الفترة قبل الانتخابات كان هو الشخصية الكاريزمية الوحيدة اللي كانت رشحت على مدى معنا كان الأستاذ الباجي الكاريزمية. لا معناها نحكي وقتها المجمع الوحيد، أنت حتى الأرجيومون تاعك ينقد نفسه على خاطر توا هو نقولوا اللي الحزب معناها العباد هذوما تلموا أوتور دو سي الباجي، ناس ما يجمع بيناتهم حتى شيء. أنت بيدك قبيلك كنت تحكي تلمو ورا بيجي قايد سبسي، دونك بيجي قايد سبسي كيما نقول هو الموتور متاع الماكينة، دونك يبدا هو الموتور متاع الماكينة. التوانسة كي باش تمشي تصوت كان عطيتهم أي شخصية أخرى معناها راهو التصويت ما كانش إذا كان إذا كان جاء الأستاذ الباجي حاجة عادية باش تكون فما شخصية كاريزمية في كل حزب يتمثل في الحزب. دابور موش الشخصية الكاريزمية الوحيدة في الحزب أولا، ثانيا هي عليها إجماع. سامحني، ثانيا إذا هذه الشخصية الكاريزمية اللي عليها إجماع جاء في خطاب رسمي وقال ها المرشح نتاع نداء تونس هو الطيب بكوش وإلا فلان آخر ولا فوزي اللومي ولا حد، كانوا العباد يتبعوه؟ نو كانوا يتبعوه باعتبار أنه هو شخصية كاريزماتية وأنه شخصية مطاعة ومحترمة في الحزب، كانوا يتبعوه. دونك لكن هو معناها للأسف الشديد اختار مصالحه الأنانية تاعه، هو يحب يرقد في فرش بورقيبة. علاش سي طاهر معناها هل مش من المشروع؟ معناها ماهيش حاجة ليجيتيم بشخص يكون رئيس حزب عنده رؤية معينة للبلاد يحب يترشح رئيس دولة ولا رئيس حتى بلدان العالم الكل، راهو الناس رؤساء أحزاب ولا نابعين من أحزاب واختاروهم في دي بريمير ولا اختاروهم بأي طريقة أخرى، هما يحبوا يصلوا لرئاسة الدولة باش يطبقوا سياسة معينة. نهارت اللي الأستاذ الباجي ما تعتبرهاش حاجة مشروعة ماهيش ليجيتيم. شوف نهارت اللي الأستاذ الباجي قدم ترشحه للرئاسية هو النهار اللي رئيس جمهورية إيطاليا قدم استقالته لأنه قال أنا عمري 88 وسوف أستريح. معناها فما نوع من اللياقة كما تقول. وبعدين شيء آخر الأستاذ البلجي باعتبار أنه رفض أن تكون في الحزب هياكل شرعية وخط سياسي متفق عليه، يعرف تمام المعرفة أنه بترشحه بتوليه رئاسة سوف يندثر الحزب خاطر هو الموتور كما كنا نقول ويعرف في نورمال كل موتور هو رفض يمثل الحزب عند هو رفض انعقاد مؤتمر قبل الانتخابات، قالك الحزب يتفجر والحزب يتفجرش، هو فقط رفض فكرة أن يجي قدامه طاهر بن حسين ويقول له أنا منتخب وأنا شرعي، رفضها. ورفض أيضا أن يجي قدامه شخص يقول له أستاذ التحالف مع دعاة الإسلام السياسي ليس مشروعا لأنه عنا لائحة في المؤتمر تقول احنا نرفض هذا التحالف. فإلى في لفيد بور فارس كيلفو معنى عمل الفراغ لكي يقوم بما يريده، وهذا ما تم. واليوم أنا في بقعة هو ما يجينيش النوم، شوف وانت وزن اللي كان يحكي عليه وينه. معنى اليوم أصبحنا رجعنا لنقطة الصفر، مربع الصفر متاع 2011-2012، وهذا معناه بدون أي إضافة. كيفاش تفسر إذن سي طه بن حسين اللي اليوم في السونداج جستمون معناها المختلفين نلقاو البيجي قايد سبسي مازال في مراتب أولى في اللي سبونتاني ومش سبونتاني، اللي في يعطيهم الليستة واللي ما يعطيهمش الليستة. كيفاش تفسر هذايا؟ مثلا خلينا ناخذ نداء تونس تحكي على الأستاذ البيجي ولا على البيجي قايد سبسي؟ بالله فما واحد يعتقد معناها بعقله يعتقد أن الأستاذ البيجي باش يكمل معناها الموندا نتاعو معناها عمره 93 سنه، فما واحد بعقله يقول لك بس ترشح مره اخرى؟ شوف ديجا هو الانسان لا مانيش نحكي على الاسبار الارام تاع المستقبل السياسي، نحكي على الاسبار الارام تاع الاداء السياسي، الرضا عن الاداء السياسي. الاداء السياسي تحت 30% من الناس الراضين. اي لكن هو الاولاني تو سامحني انت كي تعمل مباراه كيف تفسر ذلك؟ يا مي بنيتي كي تعمل مباراه ومسابقه وحدك تطلع عندي تربح انت مش تربح ماهوش وحده في عندي وحدك بتربح انت، شكون عندك اليوم قدام المرزوقي
قدم مرزوقي حتى تجيب واحد صومالي يربح قدم مرزوقي قدم الاخرين طبقة متآكلة. طبعا الناس كل تشوف مثلا مع احترامي الأستاذ محسن مرزوق لكن ما عندوش مصداقية. الراجل كان هو منظر للتحالف مع حركة النهضة في وفي جانفي السابق فقط يقول إذا تكررت الظروف متاع 2014 نحكم مع حركة النهضة. يجي من بعد يقول لا نتحالف مع حركة النهضة وحركة النهضة كذا وعمل منها حيصان طروادة ضد حركة النهضة. معناها المصداقية ضاعت قدام محسن مرزوق قدام مرزوقي قدام ما عرف شكون مهدي جمعة أستاذ الباجي باش يجي معناها مالغريتو فما احترام خاص اللي هو فما معناها التوانسه دائما يلوجوا على هاك الاب الروحي الاب العطوف. فالاستاذ باشا عنده الفكره هذيك عنده الصوره هذيك فبالطبع بيجي الاول قلت لك كمان واحد يعمل مباراه او مسابقه بينه وبين روحه باش يجي دائما هو الاول. سي طاهر هل تعتبر اليوم صدقا ان هناك فضاء سياسي لحزب جديد؟ احنا رينا لي ميزافونتور نتاع الاحزاب الجديده نعم. الكل اللي تكونت بعد الثوره رينا الاحزاب هذه ما نجمتش تخترق المشهد السياسي وتكون عندها تمثيليه. فانا واحده من الناس في تحليل نعتبر ان اليوم الفضاء السياسي رغم اللي هو يوحي بالخواء اللي تقول ناتور اور دو فيد وفما فراغ لكن الفضاء السياسي ماهوش هو الخواء هذا اللي نحكوا عليه بمعنى اللي ما ثماش فضاء. انا اعتقد انه الفضاء السياسي اليوم معناه يتطلب عدة مبادرات حزبية. علاش نقول لك مثلا أرحب بمبادرة مهدي جمعة منظر زنايدي سعيد العايدي الشاب. آه نعم قالوا سعيد العايدي البارح سيؤسس سعيد العايدي أنا بون حتى سعيد العايدي رحب بها لأنه شوف فما فراغ بالتأكيد وكي تشوف حاجة أخرى اللي أخطر من ذلك. تو مثلا احنا بدينا الانتخابات من فترة الديمقراطية في تونس من 2011 بديناها ب 51% من الناس اللي صوتوا من المجموعة الناخبين. جينا 2014 هبطنا 44%. اليوم في السونداج نتاع الياري يقول لك نزلت إلى 38%. معناها من هنا ل 2019 باش يجيك 30 أو 29% وهذا خطير. علاش خطير؟ معناها باش نوصل الى مرحله الانسان اللي عنده 10% من الاصوات باش يكون هو الحزب الاول 800,000 صوت يكون هو الحزب الاول وباش يتولى اداره الشان العام. وهذا مخ علاش مخطر؟ لانه اهل السماء يعني انا اللي منتخبين اللي حصلوا على 10% يقول لك اخوي انا شرعي انا منتخب جيت الاول. واهل الوطاء معناها المواطنين يقول له لا انت غير شرعي لان عندك فقط 1/10 من الناخبين من الاصوات من المواطنين. فهي هذه جذور نتاع فتنه وتقاتل وتناحر هذه المصيبه الكبرى. فقد ان الاوان لايقاف هذا النزيف. وانا اعتقد انه ايقاف النزيف بالنسبه لي انا ايقاف النزيف يتم من خلال تجديد كل العمل السياسي. معناها تعرف مايا الوضع اللي عشنا نعيشه اليوم احنا البلدان القديمه فيا يوروب كما يقولوا قد تعيش فيه مثلا اسبانيا نفس الوضع البرتغال كيف كيف اليونان كيف كيف حتى فرنسا ايضا المواطنين فدوا معنى التمشي الكلاسيكي نتاع الاحزاب. علاش حزب كما بوديموس معنى تاسس عام 2014 عام 2016 جاب 23% من الأصوات على قد جدد ونجحوا في تجديد كل شيء. أي ولكن ذلك لم يصمد زيدا سيتي دي فوت باي وسي لا باديتو باديتو لا شو تقولي فيه خلافات بالطبع فيه. لكن خلافات تحسم سوف تحسم بصندوق الاقتراع. وأنا طموحي وأملي أنه ينجح هذا الحزب في احتلال الموقع الذي يحتله وانه اذا صارت اختلافات سوف تحسم ايضا بالصندوق والناس يبقون بعضهم كاجنحه مختلفه في التوجهات لكن يجمعهم طموح واحد وخدمه البلاد. هذا ما ينجمش يتعاود في نداء تونس تولي فيه معنى اعاده انشاء نداء تونس من رماده وتولي فيه اجنحه هكا كيما نتاع بوديموس تتمناه البوديموس ما تنجمش تتمناه نداء تونس. استاذه مية نداء تونس تو انت تشوف تتبع في بوديموس الناس تعاركوا على افكار توجهات في نداء تونس تعاركوا على المناصب على الكراسي
كيفاش تنجم تو انا اختلف معاك في فكره، تقول لي مثلا اقتصاديه، تقول لي انا تحب 9%، نقول لك 7%، بعد نجيو لبعضنا نقول هاي 8%، اما كي نجي نقول لك انا بقعتك انت تحب عليها انا، ما عادش فيها واحد، ما عادش فيها اي اتفاق وحل وسط، فوالا.